ما بك بروس؟ بدأنا اليوم تصوير لعبة الموت، وكما تعلمين منذ بدأنا فلا نستطيع التوقف ساعة، لا نستطيع تأجيل التصوير. ليندا، اشتريت بوالص تأمين على الحياة. ولكن ما الذي جعلك تدفع مبلغا كبيرا كهذا؟ اسمعني، سأطلب من جميع أبطال الفنون القتالية في هونغ كونغ المجيء لمشاهدة النزال. سأكون جاهزا، وسأطلب من جميع إخوتك في مدرسة الكونغ فو أن يأتوا لمشاهدة الرقص بروس وهو يحطم بين يديه.